على هوبا نط لفوق وده خير رفيق وده خير رفيق وده خير رفيق ويلا هايل 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 انت نجحت يا روفا. رفيق نجح في الاختبار وهو اللي هيقوم بتنفيذ المهمة. جاهزة يا حجة؟ معانا رفيق هو اللي هيعمل النهاردة المقلب. عارف مهمتك يا رفيق؟ قول له خطيب اي حد هشوفه قدامك يا روفا كل اللي هتعمله ان انت تقول له لو سمحت بس ممكن اعمل مكالمه من تليفونك مكالمه واحده بس للحاجه فوق عشان بس نسيت موبايلي ولازم تنزل لي حاجه ضروري. طيب خلاص اتفقنا. اتفقنا. شوف شوف متاسف بس ممكن دقيقه. معلش دقيقه موبايل مش دقيقه دقيقه موبايل بس متاسف. معلش صح ممكن دقيقه. مساء الخير معلش يا فندم. بس معلش انا بعتذر لك دقيقه بس لا دقيقه التليفون حد معرفش ايه يا جدعان. معلش والله انا مزنوق بس ضروري في دقيقه. طيب. انا واقف تحت البيت. طب معاك دقيقه موبايلي فصل شحن ولازم اعمل مكالمه دلوقتي. معلش لازم اعمل مكالمه ضروري. شوف. ممكن دقيقه التليفون تليفوني فصل. معلش معلش والله يا فندم انا محرج جدا لحضرتك. انا متاسف جدا بجد. شوف حد مع دقيقه 11 ممكن اكلم بس موبايل اي حد فيكم. شباب ممكن دقيقه حد معاه رصيد كريدت اتكلم بس اخويا بس. معلش هاتوا ده هاتوا. مساء الخير حضرتك معاك موبايل؟ موبايل 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 دقيقه دقيقه. طب ممكن اتكلم بس دقيقه محتاج اتكلم دقيقه بس. معاك رصيد بتشحن؟ طيب معاك رصيد ممكن بس استعمل موبايلك محتاج بس دقيقه. متاسف معلش متاسف جدا يعني. معلش والله انا عارف ان انا بعطلك بس انا عارف ان انا بعطلك بس ده موضوع مهم يعني. ايوه يا حاج جاهزه؟ ايوه يا حاج جاهزه يا حاجه جاهزه يا حاجه. يعني اطلع ولا ايه؟ يعني اطلع ولا ايه؟ لا البامبي البامبي الابتسامة البامبي البامبي. ها البامبي القصير البامبي البامبي القصير. الو قول له ايوه يا ماجنوس. يا ماجنوس ايه الكلام النهارده؟ ايه يا ماجنوس عامل ايه؟ عشان في بوكس على اول الشارع. ايه الكلام النهارده بس عشان في بوكس على اول الشارع؟ هتعرف تنزل ولا هطلع لك؟ ولا هتعرف تنزل انت؟ لو انت مش هتعرف تنزل انا هطلع لك. انا كل اللي عايزه انا واقف زي ما انت قلت لي. انا واقف زي ما انت قلت لي ومش شايف حاجه والله العظيم وتعبان جدا بقالي يومين مش شايف قدامي وحياه ربنا. وعايز حتتين. انا كل اللي عايزهم حتتين والله العظيم. مش حته واحده انا عايز حتتين. زود افهمني افهمني انا دلوقتي عايز حتتين. زود هو النبي مش زي بتاعت المره اللي فاتت عشان صحابي ضربوني المره اللي فاتت كانوا وحشين قوي ما عرفتش اشرفهم خالص. قول له برولت مني برولت الحته برولت مني وزيتها كان قليل. ايه يا حاج ساعة يا حاجة عشان ترد يا حاجة؟ أنا سألت. طب بقول لك إيه؟ جاهزة يا حاجة؟ أجيب لك حاجة وأنا طالع؟ أجيب لك حاجة وأنا طالع؟ مش عايز عروسة المولد؟ زغلول الكبير لسه ما نزلش؟ طب بقول لك إيه؟ زغلول الكبير لسه ما نزلش؟ أنا مش هقدر أطلع وهو فوق. آخر مرة طحنت ضرب. متأسف بس آخر مرة طحنت ضرب. معلش أنا متأسف طالما حضرتك وافقتي من الأول يبقى لازم أكمل مكالمتي من فضلك مع حضرتك برضه حطي أيوة نفسك. أيوة يا حاجة خش في الحاجة أيوة على طول. أيوة يا حاجة. إيه اللي حاجة؟ البامبي يا حاجة أنا بشاور لك أهو أنا تحت بالظبط. أنا مكلمك من تليفون ما حدش يعرفه. اصل رقمي متراقب من اخر مره. انا رقمي من ساعه ما طلعت متراقب والله والله والله. ثواني بس يا باشا اخلص التليفون. والله اخلص التليفون. ايه يا زرنيخه؟ ايه يا زرنيخه حبيبي؟ احلى مش عليك. احلى زرنيخه في الدنيا. بوم ضربت طلقه الشجره. بقول لك ايه حبيبي ابو الزرنيخ؟ بقول لك ايه بقول لك ايه انا الصراحه حته امبارح تنساها. حته امبارح تنساها. امبارح تنساها خالص. انا محتاج حته تكون نظيفه كده. هو ده زرنيخه والنبي. فامان عليك والنبي تظبطني في الحته دي. امان عليك امان عليك يا اخي. امان سنتي عليك سنتي سنتي محترم كده. والنبي سنتي. انا واقف تحت بقالي كتير. اطلع ولا ايه؟ اطلع ولا ايه؟ بابا نام ولا نزل ولا ايه؟ طب هو بابا نام ولا نزل ولا ايه الحوار بس؟ طب بقول لك ايه؟ اقول للبواب ايه وانا طالع؟ متأسف بعد اذنك بس ممكن تقفل المكالمة. يعني ايه اقفل المكالمة يا فندم؟ يعني يا فندم يعني ايه عايزة موبايلك يا فندم؟ يعني يا فندم عايزة موبايلك ازاي يعني؟ انا بفهم بقى حضرتك بتقولي نكتة دي مزحة ده مزاح؟ يعني احنا نعرف بعض عشان تمزحيني؟ هو انت انسان طبيعي؟ ايوه يا حاجة ايوه يا حاجة متأسف يا حاجة. خدي دش يا حاجة من فضلك من فضلك مفيش اي داعي للضحك. انا مش بجح يا فندم. انا طلبت من حضرتك طلب بمنتهى الاحترام ولحد دلوقتي بكلمك بمنتهى الاحترام. لا لا عايزين نكلمك انت بتضحكي يعني فخلاص يعني انت بتضحكي. اكلمك قلت لها اكلم الحاج على فكره. ماشي يا شيخ ثواني قلت لها اكلم الحاج. ماشي ما دي الحاجه ما دي الزغلول. ادي الحاج. طيب خلاص قول له اقفل الدقه. قول لها زغلول نزل ولا لا؟
والله ما معايا فلوس ومليك على الفن يعني انا معيش فلوس بس هات سنتي. قول للي واقف ده قول له معكش 200 جنيه لحد بكره. في البيت مضايقني. قول للي واقف معاك ده قول له معكش 200 جنيه لحد بكره. حد معاه 200 جنيه؟ حد معاه 200 جنيه؟ ايه؟ حد يا جماعه انت بسال سؤال انا بسال سؤال. حد معاه 200 جنيه؟ هو نوع الموبايل ايه؟ انت في نوع الجوال. معلش متاسف بس نوع الجوال. جي 5؟ انا المره دي مش جايب لك تليفون. والله. لا انا جايب لك تليفون ضحكت عليك انا عارفك بتحب التليفونات حبيبي. طيب بس عشان اخلص بس من الحوار ده عشان انا واقف مع اتنين سخفه جدا من فضلك انا بتكلم في تليفون. بتقول اتنين ايه؟ انا بتكلم في تليفون. حضرتك هتوقعني هنزلق. انا هنزلق يا جماعه انا هنزلق. طب خلاص حضرتك انا قول له حتتين. قول له اجيب لكم حته. اجيب لكم حته معايا. طب يا جدعان بالراحه كده اجيب لكم حته معايا. انزلي بشكشك شوك. انزلي بشكشك شوك. الاغنيه يا اغنيه فرح مبسوطين يعني مش كده مش طبيعي. نزل ايدك من عليا. نزل ايدك من عليا. هنتحر لو سمحت ممكن التليفون. طيب انا بخلص مكالمتي وما تعليش صوتك عليا. لا حضرتك يعني بقول لك ايه عقابا ليك. انا عايز نص سنتي مش عايز سنتي. ثواني يا جماعه في ايه؟ ايوه انا عشان اتهزقت السبك. انا بتهزق في الشارع. هو حضرتك ليه ماسك ايدي كده؟ طب من فضلك طيب اخلص. حضرتك جزمتي بيضه وحضرتك دوست عليها. انا كمان زهقت منك. طب هو زغلول نزل ولا لا؟ عشان انا افهم عشان معايا ناس. ثواني يا جدعان بس هعرف حاجه. بس هعرف حاجه لما اقصد يا جدعان. ثواني. انت انسان طبيعي بجد؟ حضرتكوا يعني انا مش فاهم المزاح ده. المزاح ده ده هزار. اصل ده ايه داخل عليا حضرتك يعني؟ مش ناقصه اهي. ايه ده الدولاب ده من فضلك. طب بقول لك ايه نزلي لي الزغلول الكبير. ايدك من عليا من فضلك. ايدك من عليا بقول لكم ايه؟ بقول لكم ايه؟ هتكلمني كده؟ عبيط يا عم. انتوا الاثنين بتهزروا معايا؟ فهموني. طيب ثواني بس خلص التليفون يا جماعه. ثواني خلص التليفون. طب يا مجلس الحقنا يا مجلس. انا بتضرب. الحقنا يا مجلس. انا بتضرب. الحقنا يا مجلس. انا بتضرب. يا الله انا مش هتضرب. ايه الكوبر ده؟ خطيب انا مش هتضرب تاني. خطيب لا بكلم دي لريع جدعان. ده خواهي كبير. تقول ايه يا عم؟ ثانية هو كسر التليفون. خلاص مش هتخسر بيعمل مقلب. هو بيعمل مقلب. هنبص هناك كده. بص الكاميرا دي. الكاميرا اللي عند الزرع. تعالوا لي كده. يا نهار الزرع. معايا شروف. معايا شروف. لا طيبين يا رجاله. يلا بينا الدراع لفوق. طلع الفخده. بص هناك كده. ده مقلب فيكم. في تعالوا ترمضوا. انتوا منين؟ راجل اصلا. انتوا منين؟ يا سيدي يا دجا. الكويت؟ طاير من الفرحه طاير. قلبي عايز.